إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج دروس في الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. دروس في الحج. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الدروس المباركة من دروس الحج، والتي نتزود منها من الآداب والأحكام والتوجيهات كي نؤدي فريضتنا وفق ما جاء في الكتاب والسنة. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن الحج عبادة عظيمة، فهي تحتاج منا إلى اهتمام، تحتاج منا إلى حضور قلب واحتساب لنحصل على أجر الحج، ولا يكون الحج مجرد ذهاب وإياب أو سفر، فعلينا أن نعرف هذا. فالحاج من حين يخرج من بيته إلى الحج إلى أن يرجع وهو في عبادة، يفرغ همه ويفرغ أعماله ومقاصده إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه في عبادة، فلا يدخل عليها شيئا من المعاصي يخل بها أو يبطلها. لا شك أن الحج في الغالب يحتاج إلى سفر، وقد يكون سفرا بعيدا. ومن أحكام السفر في الحج وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة الأربع الرباعية إلى ركعتين، إلا المغرب فإنها وتر النهار، والفجر باقي على الأصل، أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأتمت صلاة الحضر، وبقيت صلاة السفر صلاة الفجر على الأصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة في جميع أسفاره، ما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة قط في السفر، عملا بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قالوا: يا رسول الله، كيف نقصر وقد أمنا؟ قال: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا من الله صدقته. فالسنة في السفر هي القصر، قصر الرباعية إلى ركعتين، إذا كان السفر يبلغ المسافة، مسيرة يومين للراحلة، قاصدين، مسيرة يومين قاصدين، يعني مرحلتين، والمرحلة 40 كيلو، فالمرحلتان 80 كيلو، هذه مسافة القصر التي من قصدها يقصر الصلاة الرباعية. كان صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره يقصر الصلاة، وكان يجمع الصلاة عند الحاجة، فالقصر سنة، وأما الجمع فهو مباح عند الحاجة، فيجمع الظهر مع العصر، ويجمع المغرب مع العشاء، جمع تقديم قبل الرحيل، أو جمع تأخير إذا حانت الصلاة الأولى وهو جاد به السير يؤخر، يصليها مع الصلاة الأخيرة جمع تأخير. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس
صلى الظهر وقدم معها العصر جمع تقديم، وإذا حانت الصلاة وهو في أثناء السير أخر الأولى وجمعها مع الثانية جمع تأخير. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره وفي جمعه وقصره. وكان إذا حانت الصلاة وهو نازل فإنه يقصر ولكن لا يجمع، لأنه لا حاجة إلى الجمع. كان صلى الله عليه وسلم لبث في منى أيام التشريق، وكان يصلي قصرا ولا يجمع بين الصلاتين لأنه نازل، فالجمع من خواص السير في السفر. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده، فالمسلم يتوخى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غيره، الله أعلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذا البرنامج، وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. دروس في الحج. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.